الى الباص. طريق وعر يا جماعه، اذا ما في دفع رباعي الواحد ما يقدر يوصل المنطقه. طبعا معانا الشباب الله يعطيهم العافيه. اسعد الله صباحكم بكل خير. طبعا انا والشباب من شباب منطقة الوسقة الله يعطيهم العافية، ومنورين الشات، والف شكر للاستاذ ابراهيم والاستاذ عبده والشباب كلهم. معليش والله انتم شايفين طريق وعر صراحة، يعني يلا يلا يا دوب نوصل ان شاء الله. باقي كم نوصل ان شاء الله؟ ابغى له نص ساعه كذا. نص ساعه بعد ها؟ ايه. طريق وعر، هو وادي تقريبا صحيح؟ وادي. وايش فيه في الوادي بعد؟ عبده. عبده. وايش فيه في الوادي بالضبط؟ انا ما اقدر اتكلم لك، انت شوف بعينك. خايف؟ لا لا ماني خايف، ابغى مفاجأة لك. ان شاء الله. ومفاجأة للمتابعين بعد ان شاء الله. زي ما انتم شايفين احنا بنصور الفلوقات حاليا لين نوصل الموقع. ويكون تصوير ثابت. تابعونا لا تروحوا بعيد. ما زلنا مستمرين عشان نوصل الوادي، لان الان ما يقارب نصف ساعة. شوفوا نمشي بين الكثبان الرملية طبعا، شايفين كيف؟ واحد ما يعرف الطريق والله ما يقدر يمشي في المكان ده. عانى عنان الله يعطيه العافية. عنده في معلومة جيدة، يا ليت تخبرنا. هذا واثبتها الحمد لله. اثبتها. هذا معاك عظم صح؟ ايه هذا. هذا عظم ايش؟ هذا عظم انسان. عظم انسان، كيف تعرف انه عظم انسان؟ وريني. تعرف تحطه في لسانك. ورينا شوف كيف. سبحان الله، يعني اذا عظم اذا عظم انسان. ايه عظم الانسان يلصق. يلصق على طول. عظم الحيوان على طول يطيح، الحين جربنا حق الحيوان هناك. طيب نشوف كذا ورينا، شوف واحد كذا خلينا نصور. هذا عظم لصق في لسانك صح؟ شرب ثاني. على طول مره مستحيل تثبت على طول. ها يعني هذاك عظم يعني هذا عظم انسان صراحه. المقبره قديمه تعتبر ولا وش؟ عظام ولا مع السيل وشي زي كذا صح؟ شيء مع السيل. وهي في برضه مقبره قريب مجاوره هيكل العيال. الشباب راحوا يستكشفون المنطقة عشان يتأكدوا احنا الطريق اللي احنا وصلنا فيه صحيح ام غير صحيح. طبعا احنا لقينا عظام، لقينا يعني قربنا من المقبرة تقريبا، مقبرة قديمة، واحد الشباب جربوا زي ما شفتم التجربة. عظم الانسان عن عظم الحيوان الله يكرمكم. الشيء الاخر احنا الان منتظرين الشباب يرجعون من الاستكشاف اللي راح يستكشفوا المنطقة عشان يتأكدون هل احنا في المسار الصحيح ام غير صحيح. تابعونا، هذا هو بريدر، تترقبوا المرحلة الثانية لين نوصل المنطقة.
نوع هذا الكلب. كفو كفو بطل الله الله بطل بطل اي عندك عبد لازلنا مستمرين في بحث كور العمالقة في هذه المنطقة، يقول إن شاء الله نحصل المرة هذه بإذن الله. الشباب طبعا الله يطول عافية شايفين نار، شوفوا من النور ذاك ذاك يحطون كبور العمالقة، لعل وعسى نجد الأقارب يصور لكم كبور العمالقة وكيف كانت طويلة. أما الصدق شوف العظام شكله، هذا عظم زي ما انت شايف. عبد ما كنا في خشيه اكيد. ها؟ كنا في خشيه؟ اخر محل دخلنا له محلنا هذاك يوم المحل اللي غرزت حوله دخلنا معها طيب. لا بس انا ابغى المقبره. المقبره ما هي شرق؟ اي طريق يوديك شرق؟ وراي شرق ترى ورا كثير. هذا شرق شوف هنا يسار. اي بس ورا لا هنا شيء لكن وراي هناك في البلاد الكبيره منه شرق صح؟ انا دخلت من هناك يوم اقول لك انا دخلت من هنا من يسار برجع جل من هناك من هنا الظاهر تحصل قريب ماني متاكد لا هنا مقبره ورا دخلت شرق قطوع ترى كله بنهار اين نزلت جبل شفتنا على العقيم احد القبور قبور الأعمال القديمة مقبرة الله يرحمه ويرحمه زي ما انتم شايفين تقريبا هذا الركبة صح؟ ايه صحيح الركبة هذه ما خشي عجل انا بطلت بعد رقبة دقيقة هذه الجمجمة هذه الجمجمة هذا الاسنان الفك حق فك الفك فك السفلي شايفين دقيقة شوف هذا المشاط ترى دقيقة شوف الاصابع الاصابع سبحان الله انا اشوف اللي بين الرجوع تصدق انه مو قبر واحد هذا؟ ايش الا قبر واحد ان شاء الله لا اصابع شوني الحمد لله الكورة هذا مع الطينة صح؟ ايه هذا اللحم حقه هذا مع اللحم راح نشوف مكان اخر في مكان اخر ذاك برضه؟ ايه بس ما وصلنا له ابغى لي سنة شوف مقاسي هذا الفك طبعا شوف حتى تحلها تقريبا تقريبا المدة كم تكون هذه تتراوح طويلة جدا صح لان شعره لا نحاسه لان حتى الجمجمة شايفين الفك الفك هذا كان عنده تسوس ممكن اذا في طبيب اسنان يعرف الشيء ذا لان شوف فيه فتحات صراحة كم لها الاسنان هذا الفك والله شوف اتكسر يا جماعه شفتوا مجرد لو حطيته عطني كم الثاني قديم هذا السنه تبعه الله يرحمك يا جدي الله يرحمه برحمته اسكن فسيح جنات ان كان مسلما والله
وجدي لازم ادفنه يقول لي فيها الشمس. اتوقع انه كان من نفس القبيلة يعني؟ لا 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 تقريبا منطقة صحراوية هذا صح؟ زراعية. زراعية؟ زراعية. جدي اقوامك في كل ديرة لمها الله يرحمك. هاب له قبر حديث خليه يبحث له وما يقربه. ايوه شوف العس. كيف هذا العس وراسه هنا؟ العس. لا هذا تفتت. هذا العس تقريبا. هذا الفخذ هذا. اي الفخذ. شوف طوله. طوله. دليل انه كان شخص طويل هذا. ترى اكبر من زكي تحس. وين يعني هذا يمكن ولدهم ها؟ عشان ما وصلنا. لا والله. يبغى يشترون يوم كذا. بنشوفه. ما اختفت له يوم شوي.